زي الرجال اللي موجوده دلوقتي كلها ما عاشتش لحظه 73، سمعنا عنها بس ما حسيناهاش. انا حاسسها دلوقتي وحاسس ان احنا على جبهه. ده الاحساس اللي وصلني اول ما جيت هنا، فجسمي اشعر وحسيت الناس دي بتحارب، الجيش والناس اللي شغاله، العمال البسيطين زي ما بيقولوا دلوقتي ما بياخدش اجر مادي كبير عشان يعمل كده. هو بيضحي في ظروف صعبه، في ظروف اقتصاديه صعبه، في ظروف سياسيه صعبه، وظروف ارهاب صعبه. ده محور تاني من محاور الحرب اللي بتقوده مصر دلوقتي عشان تغير العالم. انا ببص كده وانا قاعد مش عارف اتكلم، لقيت الضباط والعساكر قاعدين كلهم حماس وشقيانين. طب هو بياخد ايه؟ اللي قاعد ومحدش يقدر يدي بياخد ايه؟ هو بيحب البلد دي، هو مخلص بجد، ده مخلص ما بياخدش حاجه، ما بيطلعش في التلفزيون، مش مستني حاجه هنا، هو مش مستني حاجه لانه بيحب البلد دي. فقمه الحماس والاخلاص ده شدني، حسيت ان الناس بتحارب. فالناس اللي حارب دي على راسنا واكبر مننا بكتير جدا، اللي بيعملوه اكبر بكتير جدا مننا. فانا ابوس راسه وابوس ايده. الروايات دلوقتي كلها هايله، لانه اتاكدت يعني اتاكدت لتمسكي ان انا اعمل فيلم يعيش. انا بعمل افلام قليله ومتمسك ان كل فهم انه سيناريو متماسك وقوي وبيحكي عن حاجه انسانيه، عن الحب والحريه وعن الاختيار بتاع البني ادم من خلال قصه بسيطه جدا. وده اللي احنا محتاجينه دلوقتي، ان احنا ننتقد نفسنا يعني كبني ادمين. فكل مرحله بفكر فيها اعمل فيلم انه يعيش، انه يتوثق في التاريخ، وان الناس تحبه بعد ما يقول لك الراجل ده الله يرحمه عمل فيلم جميل وعمل فيلم ابنه يشوفه ما يخجلش. فردود الفعل هايله على ده. الواحد هو بيعمل بيتمنى بس ما يقدرش يثق في رد الفعل، لكن رد الفعل مرضي جدا وهايل بالنسبه لي. والفيلم دلوقتي في دور العرض ماشي كويس جدا. متوقع ترتيب حديد في ايرادات يحتل المركز الاولى او الثانيه ولا لا؟ بتوقع ده في نهايه الموسم، لانه بصحح حاجه للاعلام، بصحح حاجه للاعلام مهمه جدا، انه الايرادات انا مش منتبه قوي للايرادات، بس عايز اقول لك اعلاما الايرادات بتتحسب في نهايه الموسم. يعني العيد جزء من الايراد كويس، انما في اخر الموسم انت المنتجين بيحسبوا والاعلاميين يحسبوا الفيلم حصل على قد ايه ايراد. ساعتها احنا بنقعد نقيم نقول طيب احنا نسبه جماهيريتنا كانت قد ايه، كانت كويسه، كانت عاليه قوي، كانت متوسطه، عشان نشوف في التجربه الثانيه هنعمل ايه. ده مقياس حقيقي. فالفيلم في السينمات والايراد اللي عمله في العيد بالنسبه لي مرضي جدا، مش عايز اكتر من كده، خاصه ان احنا كنا نازلين نص السنه وخدنا قرار على اخر 4 ايام ما كانش عندنا دعايه. ولما فيلم زي ده ينزل ويعمل دعايته بنفسه ويعمل الارقام دي والناس تشوفه والاعلاميين يجوا يحضروا ويقولوا الكلام ده عليه، ده حاجه بالنسبه لي مؤشر هايل. لان انا مش بعمل فيلم كمان للعيد، انا بعمل فيلم للعيد والبكره والبعد والعشر سنين. فيلم يصمد نستقر بقى. بص، اكبر مشكله بتعكر بدماغ انا، مخ انا اللي بفكر فيها، الارهاب. عشان تبقى عارف الارهاب، لان القياده اللي موجوده لو في ظروف امنيه كويسه وما فيش مشاكل ومتاهات زي اللي بتحصل في سيناء او هنا او هنا، او العالم بيضرب بالشكل ده، او الظروف المحيطه بالدول المحيطه بمصر، كانت عملت عشرات الاضعاف. فمعركه الارهاب معركه كبيره جدا جدا، ومعركه مش معركه مصر، معركه العالم.